السلام عليكم متابعي عشاق خياطة وتفصيل، كنتمنى تكونوا بألف خير وبصحة جيدة ان شاء الله. في الفيديو ديال اليوم غادي نشوفوا واحد الموديل اللي بين الموديلات اللي حطيت لكم ثلاثة، يعني اللي حطيت لكم البارح، والأغلبية يعني انا غنديرهم تقريبا كاملين مادام عجبوكم الموديلات بثلاثة غادي نديرهم ان شاء الله كاملين غنصورهم في فيديوهات. ولكن غادي نبدا بالموديل اللي عجبكم بزاف، يعني اللي كان عليه الطلب اكثر، هو الموديل رقم 3. ومن بعد ان شاء الله غندير الموديل الاول والثاني بجوج ليهم ضروري، يعني غيجيو مور هذا الفيديو هذا. اذا اول حاجه غادي نوريكم كيفاش ديروا تصميم هذا الموديل على الباترون. من الاحسن انكم تطبقوا الموديل على الباترون عاد تطبقوه على الثوب. اذا غادي ناخذ اول حاجه غادي نرسموه هي الباترون ديال الظهر. غادي نحطو المقاس ديال الكتف بحال هكا، ونحيدو 8 سنتيم ديال العنق. هانتوما باش يكون واضح غادي ننزل ب 3 سنتيم ديال الكتف. ها هي باينه. وغادي ننزل بالمقاس ديال التركيز ونقسموه على اثنان، وندخل باثنان سنتيم من هنا في داك المنتصف اللي حطيت. غادي نجي غادي نحط من هاد النقطه، هاد النقطه هذه غادي نحط العرض ديال الصدر بحال هكا، وغادي نرسم دوره التركيز. هكا وغادي نرسم هنا 2 سنتيم ديال العنق ديال الظهر، ما غاديش نرسم ديال الامام لان هذا الباترون ديال الظهر فقط. غادي نحط الارتفاع ديال الحزام باش منه غادي نحط العرض ديال الحزام بحال هذا الشكل هذا، وغادي نحط الطول ديال هذا الكارديغون هذا. انا سبق لي بدات هذا الفيديو ديال الكارديغون، ولكن كان في من فيديوهات الاول اللي صورت في القناه وما كانش يعني التصوير مزيان، كان مظلم، فغادي نعاودو بحال هكا. غندير الطول اللي بغيتو، طويل او لا قصير او لا كيما بغيتو. وغادي ديرو في العرض ديالو يعني ما بين 38 و 40 سنتيم، ما تفوتوش 40 سنتيم فقط. هكا دابا غادي نربط ما بين النقط، ما بين النقطه ديال الصدر وديال الحزام، والنقطه ديال الحزام وديال الاسفل بحال هكا وبهذا الشكل هذا. اذا هذا الظهر غادي نقطعو، غادي نرجع نوريكم كيفاش نديرو نفصلو الامام. اذا بعد ما قطعنا الظهر اللي بقى لكم من الباترون غادي تجيبوه على الشكل، تقلبوا يعني الباترون يجيكم، المهم هذه الحاشيه تجيكم على هذه الجهه هذه، وغادي تحطوا الباترون بهذا الشكل هذا. اذا ملي غتجيو تفصلوا الامام غادي تحطوا الباترون بهذا الشكل هذا، تكحزوا شي شويه هنايا وتحطوا الباترون بهذا الشكل هذا، تخليوا واحد المسافه. من بعد غتحددوا المسافه اللي غادي تخليو باش غتعرفوا شحال هذه المسافه اللي غتخليو، المهم انكم تحطوا السنتيم من هنا، من هنا من هذه النقطة هذه هي اللي كتشوفوا النقطة ديال العنق ديال الظهر، تحطوا سنتيم من هنا وتخليو وتهبطوا بمسافة ديال 30 سنتيم مثلا. هذه هي 30 سنتيم. بزاف غيقولوا لي واش غنعليوها شحال نهبطوا او لا شحال نطلعوا، ما غاديش تهبطوا، المهم يكون تكون موازية لهذه النقطة ديال الابط، يعني بحال هكا، يعني ها هي المسافه ديال الابط، ها هي هنا النقطه، هنا غتاخذوا 30 سنتيم بحال هكا. انا غادي نطلع طلعوا الباترون خليوه يعني مقاد مع بحال هكا، غتنزلوا ب 30 سنتيم بهذا الشكل هذا، بحيث انها تكون موازيه لهذه النقطه هذه، تبقاو تقلبوا حتى تجيبوها هي هذيك. يعني هذه طريقه سهله بانكم يعني ما فيهاش القياسات بزاف، تحطوا الباترون بحال هكا وتحددوا النقطة ديالها اللي موازية للإبط، وتاخدوا واش كاينة 30 سنتيم أو لا مكايناش، غتزيدو تكحزو الباترون ديال الظهر لهاد الجيه حتى تلقاوها بحال هكا.
وغتمشيو بخط بحال هذا الشكل هذا وصافي. غادي ترسمو طراسيو على الباترون ديال الظهر يعني نفس القياس بحال هكا. وهاد الزيادات هادو طبيعة الحال غادي تنقصو من هنا وما تخليوهاش بحال هكا. غادي تجيبوها بهاد الشكل هذا، تجيبوها بهاد الشكل وتخليو واحد 4 أو 5 سنتيم اللي زايدة على القطعة ديال الظهر بحال هكا، يعني ما غديوش هاد العرض كامل وغتجيبوها بهاد الشكل. داكشي علاش كتجينا داك ملي كتخيطوها كتجي داكم داك التموجات هنا، يعني كيجي على هاد الشكل هذا. بحال هكا يعني هذا هو الامام. بالنسبه للاكمام راكم عارفين كنحطوا المقاس ديال التركيز هو نفسه ونزلوا ب 13 سنتيم. المسافه اللي عطاتنا تنقسموها على 2 ونعاودو نقسموها على 4 بحيث الجهه العليا كنخرجوا بسنتيم والجهه السفليه كندخلوا بسنتيم، وكنرسموا الدوره ديالكم على هذا الشكل هذا يعني سهله. ونحددوا الطول ديالكم والعرض اللي بغيتو صافي وكترسموا لكم، يعني سهل لكم راه ولا سهل دابا، ما خصكمش تلقاو فيه شي صعوبه بحال هكا. دابا غادي نرجع باش نوريكم كيفاش ديروا تطبقوا على الثوب. اذا بالنسبه لشحال غيكفيكم في هذا الموديل، شحال غيكفيكم ديال الثوب؟ غادي تكفيكم 2 متر الا كان بهذا الطول هذا، يعني الطول اللي بغيتو غتكفيكم فيها 2 متر. بالنسبه للنوع ديال الثوب، هذا النوع اللي كاين في الصوره هو النوع ديال الثوب ديال ريحانه. كيبقى ديروا الثوب اللي بغيتو، ممكن ديروا الثوب الكريب، ولكن يعني اللي في الصوره راه ثوب ريحانه. اذا كتاخذوا 2 متر في الطول والعرض كيكون فيه متر ونص، كطويوها على الطول بهذا الشكل هذا. مثلا هذا هو الطول، كطويوها بهذا الشكل اللي عندكم، بحيث ملي كطويو الثوب كيجي طويل. اذا كطويو بحال هكا وكتجيو للجهه المفتوحه، هذه الجهه المفتوحه انا غنقلبها الجهه المفتوحه بهذا الشكل هذا. انا غادي نقادها، كتحطو بهذا الشكل هذا يعني على الجهه المفتوحه اللي كتكون مقاده. انا غادي نقاد الباترون من هنايا كتجيبو وكتحطوه بهذا الشكل هذا، يعني يكون الباترون مقاد. هذه راه هاد الزياده هذه حيت اصلا الباترون غادي مايل شي شويه، يعني مايل لهاد الجهه هذه. كتثبتوه بالدبابيس وكتقطعوه، يعني كتراسيوه بالطباشير ديال الفصاله وكتقطعوه. كتجيبو الظهر وكتجيو على الجهه المسدوده ها هي، وكتفصلوه بهذا الشكل هذا، كتحطوه كتثبتوه وكتفصلوه. وبالنسبة للأكمام فانتوما كتجيو بحال هكا، كيكون الثوب مطوي على 2، كتعاودو تنوعوه على 4 وكتحطوه بهذا الشكل هذا بحال هكا. أنا غادي نقطعهم وغادي نرجع نوريكم. هاهما من بعد ما قطعتهم القطع وريتكم الطريقة كيفاش ديرو تحطوهم على الثوب. أنا قطعتهم، ها هو الأمام، ها هو الظهر. طبيعة الحال الحزام غادي تحيدوه من الحاشية ديال الثوب قبل ما تبداو تفصلو، كتحيدو يعني العرض ديالو 8 سنتيم باش كتنيو كتبقى داك 4 سنتيم او لا، يعني اللي بغيتو العرض اللي بغيتو. بالنسبه هذه هي بالنسبه لطريقه الخياطه، هانتوما غتشوفوا يعني ساهل، ما فيهش شي حاجه تشطبطين او لا شي حاجه شي تعقيدات. غادي تخيطوا الكتفين مع بعضياتهم ديال الظهر وديال الامام. بحال هكا، وبطبيعة الحال كتخيطو حتى الأكمام، تخيطو الأكمام من هنايا، يعني لكم اللي راكم عارفين طريقة خياطة الأكمام، كتخيطو الأكمام ديال بجوج بيهم، ومن بعد ملي كتخيطوهم كتجمعو الجوانب، وتخيطو الدورة ديالكم 2 سنتيم، وتخيطو قبل ما تخيطو الأسفل بعدا، أول حاجة قبل ما تخيطو الأسفل، غادي تخيطو هاد الدورة ديال هاد الكارديكو هذا،
بحال هاد الشكل هكا. هذا هاد الشيء علاش كيجي هذا بحال هاد الشكل هذا هكا، كيجي على هاد الشكل متني. انا غادي نقلبها نخليها هكا باش ما هاد لي بانغ ما يعذبوش. كيجيو بحال هكا، وبحال هكا يعني كيجي، راكم عارفين يعني. المهم هي الطريقه ديال الفصل، اما الخياطه راه عادي كتجي بحال هكا. كتجيو نتوما من هنايا، من هنا كتنيو ثانيه رقيقه يعني واحد سنتيم سنتيم، كتنيو على جوج، كتنيو وكتبقاو طالعين بالخياطه من هنا حتى لهنايا، ومن هنايا وكتدورو على العنق وتجيو على الجهه الاخرى، وتجيو من هنا حتى للاسفل. ديك الساعه ملي كتساليو الاسفل كتنيو هنايا داك جوج سنتيم اولا ثلاثة سنتيم اولا 4 سنتيم على حسب العرض اللي بغيتو هنايا، وكتدورو الدوره كامله، وكتدورو الدوره كامله يعني. وكيكون هذا هو الكارديغون يعني سهل. انا سبق لي ودرتو، درت جيلي كارديغون ودرت داك الكارديغون. المهم هنا عاود شرحت لكم، ديك الساعات كان التصوير يعني مظلم وبزاف طلبوا مني انني نعاودو، وجات الفرصه وريتكم الموديلات وعجبكم وانا عاودتو. بالنسبه اللي غيقول لي السروال اللي جاي مع هاد البدله هادي مع هاد الكارديغون، انا سبق لي في الفيديو ديال خياطه بدله كامله يعني درت الشرح ديال البنطلون الواسع يعني، وكان شرح مبسط. رجعوا للفيديو وغادي تلقاوه. اذا كنتمنى الفيديو يعجبكم، شاركوه وعاوني بالبارطاج يعني، بارطاجيوه في الصفحات ديال الخياطه في الجروبات ديال الخياطه على الفيسبوك، وما تنساوش تخليوا لي التعليقات ديالكم. وكنشكركم بزاف على التعليقات ديالكم، وان شاء الله تسناو الموديلات الثانيين يعني الموديل رقم 1 والموديل رقم 2 في الفيديوهات الجايه. كنبغيكم بزاف والى اللقاء.